ندخل مشاهدينا بتفاصيل أكثر عن هذه العملية وعن السفينة ومسارها وأيضا ما آلت إليه غوا. دعنا نتابع كل هذا التفاصيل حمود ومشاهدينا، إذ السفينة مشاهدينا كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى إلى ميناء جيزان، وكانت تحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة، هذا بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة. أيضا الحمولة كانت تشمل عربات إسعاف وكذلك معدات طبية وأجهزة اتصالات وخيما، بالإضافة إلى مطبخ ميداني ومغسلة ميدان، فضلا عن ملحقات مساندة فنية وكذلك أمنية. إلى ذلك مشاهدينا، شدد المالكي على أن عملية القرصنة تمثل تهديدا حقيقيا لخطر الميليشيات الحوثية الإرهابية على حرية الملاحة البحرية وكذلك التجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. وأكد المالكي أن الميليشيات تتحمل المسؤولية الكاملة نتيجة فعلها الإجرامي هذا بقرصنة السفينة وانتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني، قائلا على الميليشيات إخلاء سبيل السفينة بصفة فورية، وإلا سوف تتخذ قوات التحالف كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذا الانتهاك بما فيها استخدام القوة عند الاقتضاء. من ناحيتها نصحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وهي جزء من البحرية الملكية البريطانية، نصحت البحارة بتوخي الحذر الجديد في المنطقة. يشار إلى أن التحالف والحكومة اليمنية فضلا عن الولايات المتحدة وكذلك غيرها من الدول حذروا مرارا وتكرارا من تهديد الميليشيات للملاحة الدولية وخصوصا في منطقة البحر الأحمر.